السلام عليكم. وحاكم زياش في الاولى، حاكم زياش مع الوالا، حاكم زياش مع الوالا، حاكم زياش مع الوالا. اللاعب اللي نبغيه بركا، اللاعب اللي نبغيه بركا كندا، يعني حاكم زياش. هذو هما لعابه يعني الاقوياء، لعابه وقت الشده. حاكم زياش في الدقيقه الرابعه اخويا رفدوا الكواطين، حاكم زياش في الدقيقة الأولى فركت الكواطين، فركت العرس الكارك، فركت العرس في الجروب تاعه. هذا هو حاكم زياش، هذا هو اللي رانا نحوسوا عليه، هذا هو المنتخب اللي غادي يفرحنا، هذا المنتخب الذي راهنت عليه وقلت لكم هذا هو المنتخب، هذا هو المغرب. هدف ليسف من الدقيقة الرابعة وراه يلعب يعني بقوة، لاعبين يعني قادرين عليها، لاعبين وراهم قادرين عليها، رغم أن الصعوبة يعني مباراة صعيبة تبقى صعيبة، لكن عندنا ثقة في أسود الأطلس، في رجال، عندنا ثقة في الرجال. وهذا المنتخب هو اللي غادي يفرحنا، منتخب يعني وراه يشرف في كل العرب وفي كل المسلمين، بقانا منتخب عربي. يجب علينا يعني تدينا ذيك النخوة العربية، لازم كاع نكونوا مع المنتخب المغربي، كل العرب مع المنتخب المغربي. يا ما راهش يمثل غير المغرب، راه يمثل كاع العرب وكاع الفئة تاع الإسلام، يعني كاع رانا موراه. وتحية المغرب، ورانا مع المغرب، وراهم لاعبين. دروك تشوفوا، دروك تشوفوا العجب، دروك تشوفوا الدايداي، دايداي رجعتو الدايداي كي داير اخويا، رجعتو الدايداي. دروك تشوفوا نبدا لهم حبة حبة، دروك تشوفوا نبداو، دروك نبداو. هذه غير بسم الله، هذا ديسارة، بنت الأول ديسارة، مازال إن شاء الله بربي مازال، هذا غير ديسار برك. هي تربح تربح تربح. ما تنساوش أعطونا جيم كومنتير، بارطاجوا لنا الفيديو، ولمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي. سعيدكم.